وقوله ويقدم أسن فأسبق يعني عند الصلاة على الجنائز، فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة والمفضول من قبل الإمام أم بالعكس؟ مشروع أن يقدم الرجال ثم النساء من الإمام في الصلاة في الجنائز، قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء في الجنائز، هكذا جاءت النصوص غير نظر السن ولا غيره، يقدم أولا الرجال ثم يقدم الصبيان ثم النساء، يكون جهة الكعبة جهة القبلة، ويكون الأفضل إلى الإمام، الرجال ثم الصبيان إلى الإمام وخلفهم إلى جهة القبلة النساء، هذا هو المشروع. وهكذا في الصفوف، الصفوف الأول تكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء خلفهم. نعم. هل الأفضل حل الشيخ الله يبارك فيك، ما فهمنا الكلام هذا، إذا كان فيه نساء ورجال وصبيان كيف نضعهم؟ الجنازة أولا الرجل يكون قرب الإمام، يم الإمام قريبا منه، ثم يليه الصبي، يليه الصف، يليه الجنازة الكبير الصبي، ثم المرأة خلفهم إلى جهة القبلة.